المشاهدين هذه المحطات بالطاقة الشمسية نوع جديد من الطاقة تقدمها العتبة الحسينية المقدسة، واستخدام هذه الطاقة بعيدا عن الوقود وغير الأمور اللي ممكن تسبب لنا تلوث في الهواء. إذن نستثمر الطاقة الشمسية وندعمها بأعمالنا وكل مصانعنا. إذن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص والقائمين على العتبة الحسينية تستمر إنجازاتنا وتستمر أعمالنا.